بصير انت هلا بسم الله ما شاء الله عنك كبرت وتزوجت وصار عندك اولاد، ما حافظ جزء عمه؟ بصير انت كل ما عم تقرا بالصلاه بس عم تقرا قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وانا اعطيناك الكوثر. طب واخر شيء بقول لك يا شيخ ما عم بخشع بالصلاه، طب ما انت نفس الصور عم تقراهم، ما عم بتنوع، ما عم بتغير، حتى هن نفس الصور ما عم تتدبر فيهم. بس انت جرب لما كل مره تقرا سوره جديده، احفظت مقطع جديد قراته بالصلاه، حط برنامج مكتوب عملي واقعي كل اسبوع تشوف وين صرت. انا عندي مثلا 5 صفحات بدي احفظهم بالاسبوع، اليوم السادس بدي اراجع، ما راجعت بدي اكمل بدي ارص على حالي. اولا ضع برنامجا عمليا لتكون من اهل القران.